عبد العظيم، سمر عبد العظيم، استاذ الطب الشرعي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله. تمام. حضرتك معانا دلوقتي على الهواء مباشره وبنتكلم عن موضوع الكواليس اللي بتحصل داخل المشرحه والحاجات الكتيرة اللي احنا بنسمعها عن المقابر وعن المشرحة، وهل هي ليها صحة؟ يعني هي صحيحة ولا هو مجرد اشاعات ومجرد ترند يعني بيحصل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر حضرتك على الاستضافة. اهلا وسهلا. وبحيي ضيوف حضرتك الكرام. وخليني اقول لك انه يعني لكل مقام مقال، يعني لما نبقى بنتكلم مع طبيب شرعي لازم نتوقع رد ليه شكل معين، لما نبقى بنتكلم مع حد تاني نتوقع رد من نوع اخر. خليني هقول لحضرتك انه في حاجات كتير جدا من اللي ممكن نبقى متخيلينها او سامعينها او انتوا بيبقى الناس شافتها بعينها، مش يعني مش حد حكى لحد، لا شافها بعينه وبيبقى لها في الواقع تفسير علمي. زي ايه مثلا؟ زي انا سامع حضراتكم قبل ما ادخل بتتكلموا على ميت ايده مرفوعه في المدفن. دخلنا لقينا جزء من ايد الميت مرفوعه في المدفن. طيب ده ليه على فكره تفسير علمي، ده مش بالضروره ان إيه هو التفسير العلمي يا فندم؟ طيب هو دلوقتي في حاجه اسمها كاديفيريك سبازم، سبازم كده بيحصل في بعض عضلات المتوفين وممكن يحصل بعد ساعتين من الوفاة وممكن يستمر لفترة طويلة جدا، خصوصا في الحالات اللي ممكن ما بتصابش بالتحلل. فوارد جدا ان انا اشوف الجثمان زي ما اتدفن الاقي وضعه اتغير بعد كده لما ادخل ابص عليه، يعني يبقى مثلا كان مدفون مثلا مستوي، ابص الاقي لا في جزء من الجثمان مرفوع. دوت نوع من انواع التيبس اللي بيحصل في بعض العضلات اللي ممكن يحصل بعد الوفاه مثلا. حاجه ثانيه، لما اتكلمنا على زي ما حضرتك ما تفضلتي الميت اللي بيبقى وشه مبتسم او بيبقى وشه لونه ابيض زي الفل كده، والميت الثاني اللي وشه بيبقى عليه غضب وبيبقى لونه مزرق، رغم ان انا ما بنفيش انه ممكن يبقى دوت طبعا دلاله على عمله او كده، ما اقدرش انفي دوت، يعني ده بينا قالها. انما لو اتكلمنا على التفسير العلمي فليها برضو تفسير علمي. بعض الميتين بيبقى انقطع سرايد الدم لمنطقه الراس والوجه، فبالتالي بيظهر الراس والوجه ليهم بياض ناصع كده بزياده لان ما فيهمش دم كافي. وعكس كده الميتين اللي بيبقى احتبس الدم في منطقه الراس والوجه زي في حالات الخنق مثلا، ساعتها هلاقي الوجه منتفخ ولونه مزرق، ولما تبصي يتهيألك ان الميت دوت وشه مزرود وغضبان. فدي بعض التفسيرات لحاجات قد يكون ليها تفسير اخر دكتور، ولكن سمر هو دوت التفسير العلمي اللي انا بشوفه. يعني دكتور سمر، ايه يعني اغرب الحالات اللي مش ممكن انها ان حضرتك تمحيها من ذاكرتك لغايه دلوقتي؟ يعني انا دايما بالنسبه لي الحاجه اللي بتبقى ملفته قوي وبتسيب اثر كبير هي الجزء الانساني في الحالات اللي بنشتغلها، لان خلي بالك الميت المتوفى دوت ده بني ادم، يعني رغم لا فسري لي يعني ايه الجزء الانساني، يعني بمعنى هقول لحضرتك يعني مثلا دايما بيبقى الجزء الانساني في معرفه ما وراء الحادث اللي حصل. زي تكتشفي مثلا ان انت عندك اتنين بني ادمين فقدوا حياتهم وجثثهم اتشوهت واتقطعت 60 حته والكلام ده كله، والخلاف في الاخر كان على 32 جنيه. فالحاجات دي طبعا بتبقى مؤثره جدا، واحد بيصعب عليه يعني وبيشوف كم من العنف الغير مبرر. دكتور سمر يعني. دكتور سمر، هل فعلا زي في الافلام اللي احنا بنشوفها عادل ينتقم وان ممكن في المشرحه الجثث تكلمكم او انها تشير ليكم ان هي مثلا ماتت مقتوله مثلا، او ان انتوا تقدروا توصلوا لحل للقضيه؟ هل ده بالفعل بيحصل ولا ده مجرد خيال ولا ايه بالظبط؟
السؤال ده جميل جدا حضرتك جدا. انا هدعي ان هو ايوه طبعا، عمليه التشريح دي ما هياش عمليه منفرده اتجاه واحد، لازم يكون في نوع من انواع التناغم ما بين الطبيب الشرعي وما بين الجثمان اللي قدامه، علشان الجثمان ينفتح ويبين الاصابات الحقيقيه اللي موجوده فيه. فهي المساله ما هياش مساله اتجاه واحد، ولكن في نفس الوقت احب ان احنا نبعد عن الفكره بالفكره دي، نبعد بالفكره دي عن فكره افلام الرعب والشكل اللي احنا بنشوفه في الدراما، لانه هو مش ده بيكون كده بالظبط. يعني هو لا، بيبقى فيه ايحاء، فيه احساس. يعني الطبيب الشرعي وهو واقف يبقى عنده احساس، هل القضيه اللي قدامه دي اكتملت ولا ما اكتملتش. بس حضرتك في نقطه، فكره الاحساس مختلف تماما عن فكرة ان انا بيظهر لي صورة معينة عايزة تقول لي حاجة، او ان انا اسمع صوت معين. فكرة الاحساس ده بتيجي برضو من زي ما حضرتك قلتي، في تناغم بينك وبين الجثمان اللي موجود قدامك، او ان حضرتك عندك ملهمة بالشيء ده. ولكن اللي احنا بنسمعه او اللي بيتعرض او اللي بيطلع كتير يتكلموا فيه، ان لا ده ممكن يشوفوا الطفلة المقتولة دي عايزة تقول حاجة، اللي ضرب بالنار ده عايز يقول حاجة، انهم بيسمعوا الصوت. هل ده حقيقي؟ أنا فاهمة سؤال حضرتك كويس، يعني وفعلا إجابتي كانت بتستهدفه. وأنا عارفة إن كتير كمان من الناس العاملين في المشرحة وبعض الأطباء بيتكلموا بالطريقة اللي حضرتك تفضلتي بيها دي. أنا شخصيا مش من مؤيدي الفكر دوت خالص، ولكن الكون بتاعنا مليان بالأسرار والعجائب اللي إحنا لا يمكن نمفي وجودها، لان احنا ما نعلمش عن الكون ده الا القليل، خصوصا ان احنا كمان الروح دي من امر ربنا، احنا ما نعرفش الروح دي وضعها ايه، ما نعرفش الميت ده بيكون فين بعد ما بيموت، هل هو روحه موجوده مش موجوده، ده حاجه في ديننا، في اصول ديننا يعني، فما نقدرش ننفيها. انما بالشكل المنطقي الموضوعي اللي انا شفته بعيني، اللي بحكيه لك هو اللي انا ده انطباعي انا الشخصي، وليس كما حضرتك تفضلتي يعني الحكايات اللي انا بسمعها. احنا الهدف النهارده من الحلقه ان احنا نتكلم بشكل عقلاني، وان احنا نوصل للناس المعلومه السليمه، لان كتر الكلام، كتر الحكايات، ما بقاش الناس فاهمة الحقيقة من الخيال. فهو ده كان الهدف النهاردة من ساعة مع نيدال. أنا بشكر حضرتك جدا، بشكر وجودك معايا، وياريت توعديني أن حضرتك تكوني ضيفة معانا في ساعة مع نيدال إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنت تؤمريني يا أستاذة نيدال. شكرا حضرتك جدا. شكرا يا فندم. هرجع لحضرتك تاني، وأغرب قصص حصلت في المقابر. أنا قلت لحضرتك اللي أنا شفتها دي بعيني، ليه إن أنا قلت لك اللي هو كان رافع إيده ده. طيب، وأغرب قصة وأنت بتدفن حد، هل في حد قام تاني؟ لا لا، يعني الكلام ده بنسمعه خيال؟ لا لا، ما حصلش عندنا الكلام ده. آه، لحد قام تاني دي ما شفتهاش. بس أنا أغرب